ولنقاش ملف الأزمة السياسية في اليمن ومدى صمود الهدنة الهشة ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. أهلا بك معنا دكتور عبد الباقي. أهلا وسهلا وسعدتم بالخير مساء. حياكم الله دكتور. يعني الحكومة الشرعية أعلنت تعليق مشاركتها بالمحادثات مع ميليشيا الحوثي في الأردن، برأيك ما مآلات هذه الخطوة على المشهد السياسي اليمني؟ تعليق الهدنة أو تعليق التعاون هي فعل منفصل عن استراتيجية. نحن كنا نعتقد ينبغي أن تكون هنالك استراتيجية، يا حرب يا سلام. الحوثيين لم يلتزموا بالهدنة، التزموا بالهدنة مع الإمارات والسعودية، المعارك مستمرة في مأرب، هناك قصف المدنيين في تعز، هم يعيدوا تموضع القوات حول مدينة تعز وحول مدينة مأرب، هم يلتقطون الأنفاس، وأي حوار حتى في الأردن هو حوار منفصل عن الواقع العسكري والسياسي. والحكومة نظرا للضغط الدولي، لأن هناك أنا أفرق بين عنصرين، عنصر مفهوم الهدنة لدى الحوثيين ومقاصد الهدنة لدى المجتمع الدولي. مقاصد الهدنة لدى المجتمع الدولي هو إيقاف المعارك والحفاظ على كل الأطراف بقوتهم، كل طرف ونسبة حضوره العسكري، وهذا سينعكس بأي حل، لأنه الحل يقوم على إعادة إنتاج القوى. بالنسبة للحوثيين مفهوم الهدنة يعني التقاط أنفاس فقط مؤقتة والعودة إلى الاحتراب، لأن هناك استراتيجية وهناك منظور أحادي للسلطة. هذه السلطة التي تقوم على الحق الإلهي لا يمكن لها أن تتفاوض أو تتحاور مع أي جماعة وطنية. هنالك فكر مسبق واعتقاد بأن هنالك أهلية وأحقية بهذا الحكم، بالتالي لا حوار مع هذه الجماعة، هذه الجماعة تؤمن بذلك. والمجتمع الغربي يريد النموذج العراقي والليبي، انظر هناك ضغط وتعبية إعلامية للحديث عن الهدنة والضغط على السلطة الشرعية للذهاب للهدنة. طيب هنالك مرجعية دولية وهناك انقلاب وهناك انقلاب آخر في الجنوب والحوثيين غير ملتزمين وهناك رغبة دولية لبقاء الحوثيين. إذن أعتقد أن هذا التعليق لن يحدث فارق، فقط هو نوع من رد فعل أو حتى تحافظ السلطة يعني على ماء الوجه. اعتقاد الحوثيين بأحقيتهم في هذه المناطق هو ما يفسر عدم تعاونهم مع الحكومة الشرعية رغم محاولاتها الحثيثة. لا، ليس اعتقادهم أنهم أصحاب الحق بالحكم بتفويض إلهي باعتبار البطنين وباعتبار هذا يجعل الحوار لا يصل إلى نتيجة. بمعنى أنت تتحاور مع جماعة، على ماذا تتحاور؟ تتحاور على أن تعود عبدا طيعا أو أن تعود كمواطن؟ هذا حوار، هنا قطيعة في الحوار. هم الحوثيين يكسبون مزيد من الوقت لأنهم يدركون أن هناك إشكال في السلطة في المناطق الجنوبية، هناك صراع بين المجلس الانتقالي والسلطة، هناك صراع بين التجمع اليمني للإصلاح والسلطة، هناك استنزاف. بمعنى أن الحوثيين موجودين في راحة وفي استقرار، لا أحد يتقابل معهم، لا مواجهة عسكرية، الصراع كله في مناطق السلطة. لماذا يذهبون للهدنة ولماذا لا يقصفون؟ هم يريدون، يعني هم الطرف الأقوى، وبالتالي يستغلون هذه الفترة لتعزيز مكانتهم لإعادة التموضع. الحوثيين يدركون حتى ليس فقط على المستوى المحلي، حتى على المستوى الدولي، أنهم جزء من الطبخة. بعبارة أخرى ينبغي اليمن أن يكون فيها سنة وشيعة. ولكن يعني كما تعلم أن الحوثيين هم ما هم إلا ذراع إيراني، وإيران تواجه لربما الضغوط في الشرق وفي الغرب، في سوريا، في العراق، في لبنان، يعني في جميع الدول تواجه ضغوط، ومن المجتمع الدولي تواجه ضغوط. لماذا لا ينعكس هذا الضغط على الملف اليمني؟ إيران علمت كل وكلائها وحتى هي هم يكذبون كما يتنفسون. يعني الخطاب الإيراني خطاب يعني مفضوح، بالتالي هم سيتحدثون أن لا علاقة لهم بالحوثيين وأنهم أصحاب قرار مستقل وحزب الله قرار مستقل، وهذا الخطاب الإيراني. بالتالي إيران لن تضحي إيران بوجودها باليمن مهما كان التفاوض،
هم سيتحدثون ان الحوثيين هم يمنيين، وانهم من حقهم حماية ارضهم، وانهم يقفون مع الثورة. هذا الخطاب، لكن هم يريدون كما الموقع يتكرر اليمني. هذا الخطاب في كل الدول التي تتدخل بها إيران. طيب، نعم، بالنسبة للأمم المتحدة، هل تملك أوراق ضغط حقيقية تستطيع إبرازها مقابل هذه الميليشيا، أم يعني دعواها قائمة على التمني فقط؟ هناك دول مهيمنة على القرار الدولي. انظر، سأعطيك مثل بسيط. انظر إلى ليبيا، هناك دولة حكومة وفاق وطني معترف بها دوليا، وهناك دول تدعم حفتر وتقدم له الدعم وتقدم له السلاح بهدف أن الحل يظل بيدها، بمعنى أي حل. لا يمكن لهذه الجماعة أن تذهب للانتخابات، ولا يمكن لها أن تصل إلى تسوية إلا برعايتها، وهذا يحدث في اليمن. أوجدوا المجلس الانتقالي، سمحوا بوجود الميليشيات، جففوا موارد الدولة، بالتالي يقولوا اليمن لا تستطيعوا الذهاب للانتخابات ولا تستطيعون إيجاد حل إلا بوجود إشراف دولي، بما فيها دول الخليج غير قادرة على الآن إلا بموافقات دولية. وهناك وجود أمريكي موجود في اليمن، وجود أمريكي، وهناك بريطاني، وهناك سيكون وجود بممرات النفط والغاز والثروات. وبالتالي أوجدوا في شو، انظر إلى لبنان، أنا أعطي فقط نماذج. لبنان معطل بحزب الله، سوريا معطل، العراق معطل. انظر العراق حتى الآن منذ خروج الأمريكان، ونحن أمام لا توجد دولة، لا توجد سلطة، هنالك ميليشيات. هذا هو المطلوب لتعميمه في كل في اليمن والعراق ولبنان وسوريا. شكرا. وإذا ما تقدمت إلى سوريا، إلى السودان. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر سكايب من أمستردام، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. شكرا جزيلا لك.